لي كواليس العمل مع احمد عز وكريم عبد العزيز، الاجواء كانت عامله ازاي؟ متكامله هم اتنين من اكبر نجوم العالم العربي دلوقتي، ناس بروفيشنال جدا جدا ملتزمين جدا جدا في شغلهم، وانا بصراحه سعيد قوي بالعمل مع ناس كتير في الكتابه في روايات سرقت منك، عارفين قد ايه يقدروا يدوا للعمل مش مجرد ان هم ياخدوا منه بس، فانا سعيد جدا طبعا بالعمل. تمام. طب ممكن تقولي برضو انت يعني اخترت الشخصيتين دول وانت بتسجل يعني وانت بتكتب الفيلم، كنت انت شايفهم وانت بتكتبه ولا الاختيار بتاعهم جه ازاي؟ طبعا بعد ما كنا خلاص اتعقدنا على الفيلم اصبح شكل الابطال بدا يروح للابطال الحقيقيين ويعملوا الفيلم خلاص. طبعا كده ازاي كتبت روايه كنت بكتب الاحساس بتاع الزمن والشخصيات الاصليه اللي موجوده في 2019 الابطال الحقيقيين اللي عملوا انه بيز ذا ترو ستوري يعني طبعا. لكن خلاص الواحد خلاص بدا يكتب سيناريو خلاص بيبقى الموضوع رايح ناحيه خلاص بقى عز وجميل هم دول اللي بقى بيكتبوا. في مواضيع معينه حابب تكتب فيها الفتره الجايه؟ اكيد طبعا زي اكيد مش هقول لك طبعا بس يعني في طبعا حاجات دايما بتتحضر دايما بتتحضر. في صعوبات واجهتك وانت بتكتب السيناريو وكل حاجه؟ مفيش صعوبات بس انا مش شايف حاجه غير الصعوبات يعني طبعا في تحديات كتير قوي لانه احنا برضه في الاخر بنعمل فيلم تاريخي في بلد ما فيهاش كتير مباني وحاجات واشكال موجوده لغايه النهارده. فطبعا تحدي ان انت ازاي تخلي الناس تشوف فيلم اكشن بيدور من 100 سنه ده برضه محتاج انتاج ذكي جدا وعقد بندفع بشكل كويس في الموضوع ده عارف يستعين كويس الاموال بتاعته بشكل كويس. طبعا الموضوع تحدي مع الفيلم مع الموضوع مع الفيلم.